الموديل الجديد والحصري دائما هادو نقولوا جديد ديال تركيا واليوم في السولد اللي كنا شحال اللي وزناهم اول مره حنان كانوا 790 درهم واليوم شحال دابا 280 250 هادو كيجيو هادو تريكوات طوالين ديال لاماي شفتوا انا نوريكم البنات حتى هو تريكوات لبستهم لكم مع ليكاب بالنسبه لهذا هذا البنات راه فورير حقيقي يعني شي حاجه عندنا مونطو عندنا التريكو ديالو البنات حتى هما نفس اللون اللبسه كتجي واعره شوفوا معايا الموديل طال البنات لبسناكم بتي طاي وكاين حتى الكغون طاي بحال المونطو اللي لابسه خديجه اللبس ما شاء الله جات كتحمق وتف دابا واخا البنات حتى هو اللي تيجي عريض على هذا الشكل التريكو كيفاش جا شفتوا منين تلبس كيفاش جات يحمق البنات ودائما شفتوا كيفاش كيجي الكشمير ديالو رطبه زوين الكشمير ديالو زوينه ماشي داك الكشمير الحرش ونكملوا اللوينات اللي فيه ها هو والثمن هاد السراول اللي غون طاي 100 درهم وسهلا متابعي قناه العثمانيات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير فيديو جديد ونهار جديد واليوم الطلب المتابعات دائما كيكتبوا لي رجعي لنا عافاك عند بلو بوردي اليوم ان شاء الله رجعت لكم عندها حيت جايبه اليوم موديلات ولا كوليكسيون جديده ديال شتاء وخريف 2024 ان شاء الله موديلات جداد وبثمن كذلك حتى هو اليوم حصري المتابعات قناه العثمانيات غادي يكون ان شاء الله اليوم فيديو تبارك الله ما شاء الله شحال ديال السلعه كاينه شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله السلعه كثيره 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 بزاف ما غاديش نصور كل شيء اليوم ان شاء الله غنصور لكم لقطات وبالنسبه للقناه بلو بوردي راه يومي ماشي يوميا نهار اي نهار لا حنان كتحط فيها الجديد المحل اللي كيتواجد في المعارف انفاس انتم نعطيكم النعت المعارف زنقه بلونافيس اونفاس مع لاباتيسخي لا كولومب دور يعني راه معروفه في المعارف كيبقى ها نتوما بالنسبه للشارع اللي تيبان لكم اللي هي القدام تما كيبقى ماكدو وهذا هو بلونافيس غير سولوا على زنقه بلونافيس ولا سولوا غير على جيو غير لهنايا جيت ماكدو سولوا على لاباتيسخي لا كولومب غادي يوريوها لكم ان شاء الله المحل كيحلوا طيله الاسبوع ما كيسدوا حتى شي نهار لا ليفغيزون كيحلوا من 10 حتى ل 8 لا ليفغيزون في كازا وفي خارج كازا وان شاء الله نقولوا لحنان صباح الخير حنان كي دايره النحيله ديال بلو بوردي كي دايره لاباس عليك بخير امورك مزيان كل شيء على خير متابعين العثمانيات عندنا في محل بلو بوردي راه جبنا لكم هذه المره جديد في ديال دومي سيزون ان شاء الله لي مونطو شي حوايج جداد موديلات 2024 ان شاء الله ديما معروفين دائما بالجديد ان شاء الله الله يعطيك الخير ونبداو على بركه الله على بركه الله ولكن قبل ما نبداو حنان كنا نصليو عند الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام باش ان شاء الله المتابعين ديالنا يذكروا صليو عند وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا يدوز ان شاء الله ميسر ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله ونبداو باول موديل اللي هو هذا فيه لي غون طاي والبتي طاي نشوفك هانتوما الموديل كيفاش كيجي ما شاء الله شفتوا كتجي اللبسه ولا الكسيوه عريضه والثوب ديالها ديال هاد لا سيزون ان شاء الله لبسناه مع سروال لارج بالنسبه للسيدات اللي دايرين الحجاب وما دايرش الحجاب ممكن تلبسوا مع كولون ها انتم هنا كولون وكيجي أيه. واسع تلبسوا رقيقه ولا عامره اللي عامره شوفوا من هنا انتم لبستوا 50 وراه باقي كيجي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله يعني حتى المشكل ديال الدرعان كانت أيه. واحد المتابعه قالت لي عبري لينا ها انتم البنات راه هاد الشيء عريض ما شاء الله كيجي هنايا مقبوط على هاد الشكل ها انتم التوب ديالها ديال هاد لا سيزون فيها قطعه لتحت وهاد الموديل فيه لوينات كتجي كسيوه على هاد الشكل ما شاء الله شمن طايات كتلبس كتلبس من الستوندار هي اللون اللي لابسه الموديل ها نتوما نشوفوا فيها هاد اللون هذا ها هو شوفوا العرض فيها هاد الاصفر يعني زواقه ما كتشبه زواقه كل زواقه فيها بياسه ياك فيها العدد ها نتوما هانتوما شوفوا هاد اللون هما كلهم اللوينات في النهايه تلبسوها يبانو زوينين حنا لبسنا لكم هاد اللون كاين هاد اللون هذا فيهم تيلبسو حتى كيلبسو حتى 60 وكثر وتبارك الله وباقة عريضه باقة عريضه واخا سيري الزواقه هادي اييه نقولوا الثمن نتوما كتبيعون في المحل 270 العثمانيات 250 اللي جاوا من الفيديو يقولوا لنا راه مرحبا الله يعطيكم الخير فيها هاد اللون هذا وفيها هاد اللون الاحمر وبحال وبحال اللون اللي لابسه خديجه شفتوا هو هذا هذا بحال اللي لابسه خديجه ها نتوما وكاين هاد اللون هذا حتى هو ما شاء الله عراضين
ولبسوا حتى اللي ضعيفه لانها فصالتها اوفر سايز. واخر لون فيهم هو هذا، باقي اللوان ما شاء الله. شتو اللوينات ديالهم؟ ان شاء الله بوردو، كاين هذا البوردو هذا، وكاين الكحل، وكاين هذا اللوين. هادو اليوم نعاودو الثمن 100 بلس 270 250. يقولوا لينا راه 180 ان شاء الله 250. واللبسه كتجي على هذا الشكل، ها نتوما جات زوينه في اللبس ديالها، والثمن ديالها اليوم 250 درهم. ونشوفوا لبسه اخرى ان شاء الله. لبسه اخرى البنات، هذا كيجي اونصومبل، كيجي هكا دو بياس. شوفوا معايا كيجي السروال عريض، وتيجي البوليغو ديالو على هذا الشكل، ها نتوما فيه العرض، والثوب ديالهم ياك ديال هاد لا سيزون اللي جايه ان شاء الله. ها نتوما كتجي طويله المضافات وربات البيوت كذلك، ولي غون طاي دابا تلبس لا طاي ديالك انت هي اللي كتلبسي ال ال ياك، والسيده كتلبس 56 وتلبس حتى اكثر من 56. ها نتوما اللبسه كيفاش جات، نشوفوا اللوينات حنان. التريكو البنات ما كاينش، ولكن لا بغيتوه راه كاين، دو بياس. هذه لبسه دو بياس، نشوفوا اللوينات في هذا اللون زوين. ها نتوما فيها هذا اللون هذا حتى هو، ها هو شتو اييه باينه فيها هذا اللون، ها هو بالبنطالون ديالها ولا بالسروال ديالها. البنطالون ديالها راه كيلعب بصراحه تبارك الله. اييه وتقدري تلبسيه مع اي حاجه اخرى، تلبسيه مع اي حاجه اخرى. فين هذا الشكل هذا؟ اييه هادو المتابعات اللي بغاو الموديلات الجديد عند بلو بوردي. هذه سلعه حصريه، هذه سلعه حصريه عند بلو بوردي، يعني هاد السلعه ديالهم هما. شوفوا اللون الاخر، ها هو، وكاين هذا اللون هذا، ها هو، وكاين هذا اللون هذا، ها نتوما، وكاين الصفر، ها هو، شفتوا؟ وفي اللبسه ديالو كيفاش جا، كيف ما لابسه خديجه. خديجه نشوفوك باش اللي بغا دير سكرين. والثمن حنان؟ حتى هاد الأونسومبل البنات 250 بدل 270. ونشوفوا موديل اخر، اخرى البنات. هادو كيجيو هادو تريكوات طوالين ديال لاماي، شفتوا؟ انا نوريكم الشكل ديالهم في، ها نتوما كيجيو طوالين وتيجيو العرض اللي فيهم عراض. خديجه شدي من الجناب هكا، شفتوا؟ شفتوا العرض اللي فيهم ما شاء الله. اييه وحيت دوري عندي خديجه، حيت كيبان الموديل بحال فيه جياب، هو راه ماشي جياب، هو لا كوب ديالو هكاك. احنا لبسناه شويه مع السروال كنقولوا ليه العجيب ديال بلو بوردي. اييه واللي ما دايرهاش هكا الفولور تلبسو حتى مع الكولون مثلا، شفتوا؟ هاد التريكو نعطيوه لخديجه تلبسو ونشوفوا الموديل. هاد السلعه البنات يلاه جات، يلاه جبدوها دابا. نشوفوا اللون حنان، ها انتم اللي بغات تزيد مازال تكون هكا، تكون مرتاحه في اللبسه ديالها، كلبس لها هاد الجيلي هذا فهاد اللوين، والخضر جا مع هاد اللون هذا، شفتوا؟ ها انتم دوري خديجه، ها انتم شفتوا هاد اللوين جا مع الخضر، جا زوين ما شاء الله. وتا اللي بغات تلبسوا فوق الجاكيت على حسب هنايا باش ما يبانوش دراعي الى اخره، راه تلبسوا مع بزاف د الحوايج غتلقاهم هنايا. نشوفوا اللوينات، ها نتوما البنات السلعه يلاه جات، راه باقي يلاه حلوها من الطي. ها نتوما تريكو كيفاش كيجي، فيه السومو، فيه الغوز، ها هو فيه الباج، والباج ها نتوما راه مرخم ها نتوما بحال في داك الخضيضر ياك، الخضر. اييه شنو كيقولوا ليه؟ شيني مخطط. كاين بلو مارين، ها هو البنات السلعه يلاه جات، يلاه تحلات دابا من جات في الكراطن. ها نتوما كاين الكري، وكاين نوار، كاين اللي سامبل، وكاين اللي فيها دوك الخطوط. كاين هاد البلو جين هذا، وكاين البوردو. بالنسبه لهذه تلبس بتي طاي والكرون طاي، انت هي لابساها ولابسه موديل اخر. الثمن ديالها شحال؟ هادو الثمن ديالهم خديجه نشوفوك، خديجه
هاد التريكو هذا شحال؟ 280. وبالنسبه للجيلي؟ الجيلي 150. 150 درهم. والسروال؟ السروال راه السروال عجيب. اييه معروف. واللي لابسه انتيا نشوفوا التريكو اللي لابسه انتيا. اهي نشوفوا الموديل اللي لابسه انت حنان، حتى هو تيجي هكا وعريض، كيجي عريض حتى هو عريض، غير هو كيجي قصير بالنسبه لحنان حيت قصيره. هذاك الاخر طويل، هذا اخترت الطول. عطيني اللوان. اي عطيني اللوان، حيت كاين اللي ما كيبغيش يلبس الطول، كاين اللي كيبغي يلبس الطول. غادي نعطيوكم جميع اللي لابسه حنان الثمن ديالو، المقاسات بحال 280 فيه كلشي يلبس، ما شاء الله. ولاماي ديالو هانتوما رطبه وخفيفه، يعني تلبس هادي وديري لا ما واخا تلبسي عليها، يعني واخا تلبسي عليها كتكون مريحه ما شاء الله. كاين فيها هاد البلوجين، فيها الخزي ولا الكاكي، فيها حتى هي اللي سامبل وفيها اللي مرخمين هكاك. هذا الكحل بالباج، كحل شيني. كاين الباج بحال اللي شفنا قبيله، وهذا الخزي، هذا الفير مينيتير، هذا فيها الكري بالنواغ، فيها الاسود والبلو ماري، وفيها الكري ما شاء الله. وكاينين هذوك الاخرين سوبيل، هذا ياك تلبسيه مع جلابه، تلبسيه مع اي مع لي فيست. ولا داك الصوف ديالهم حتى هما رطبه، الصوف ديالهم ما داش لهم الكور. وكاين الاحمر، الباج والاحمر، فيه الغوز، فيه الابيض، فيه الباج والبلو جين. هادو كيتمشاو مزيان في البرد، وكيكون فيهم الكول راه طالع، شفتوا؟ وكيجي داير على، يعني ماشي داك اللي كيكون كل مونطي، كيكون هكا داير، شفتوا؟ اييه فيه النواغ، فيه المارو، فيه حتى الكريبه اللي هي هذا تيلبس ستوندر، يعني كيتيرا كياخذ الفورمه ديال السيده. وبالنسبه للثمن هادو 240 درهم. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. بيسا البنات حتى هي كي جات، شوفوا عندنا السروال العريض، وعندنا الكارديغون، وعندنا التريكو التحتاني، كل حاجه كتمشي بوحده، هذا ماشي اونصومبل. حنا كنلصقوا لكم اللوينات بالنسبه، ماشي مع اللبسه هذا البنات للبيع. نشوفوا اول حاجه هو لي كارديغون اللي كيجي حتى هو الطويل تبارك الله، وتيلبس حتى هو طايات كبار. عندنا فيه هذاك اللون الاخضر، عندنا فيه البوردو ها هو، عندنا فيه الاسود هذا سميتو، والثوب ديالو البنات حتى هو ديك لاماي الخفيفه، شفتوا؟ ديك لاماي الخفيفه، فيه هذا الكري هكا الكري نواغ، فيه ثلاثه اللوينات والخضر، هذاك الخضر. الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم هذا درنا لهم 220. 220 درهم. لاماي ديالهم رطبه حنينه. والعشوانيات 200 درهم. 200 درهم هكذا انا كنشوف فيها. طول العام. هادو 200 درهم. وكاينين هادو كخيب. هادو كخيب غليظ. اييه. هادي كخيب غليظ هاد الوقيته هذا. شفتو؟ هادو حتى هما شحال غيمشيو؟ ميه وثمانين. بلاص 200 درهم. اللي لابسه لتحت خديجه، اللي لابسه لتحت لابسه تونيكا، شوفوها ها هي التونيكا اللي لابسه، كتجي على هذا الشكل. خديجه غير نشوفوك غير شويه هكا، ها انتم شفتوا الطول ديالها كيفاش كتجي ما شاء الله، ها هي كتجي على هذا الشكل، كتجي فيها العرض. ها انتما هذه زوينه تكون عند لي غون طاي دبيديبات ديالي، كتلبسيه وتلبسي فوق منه اي حاجه، مونطو هكا، الكارديغون، هذاك شنو الجيلي اللي كان فيه الكحل، فيه الكحل وهذاك اللون الخضر. ان شاء الله 180. وندوزو ان شاء الله لهذو القصار اللي لابسه حنان، ماشي قصار حيتهم غير هما ما غاديش يلبسوا قد خديجه، كيلبسوا الكرون طاي. نشوفوك انتيا به، ها انتم لبسناه مع الصفر كيفاش جا ما شاء الله، جا واعر البنات. ودائما شكيلات حصريه. حنان هذا الاسود وفيك جا مع الموطارد، بحال دابا هذا تلبسوه مع شي حاجه، يا في البوردو، يا في هذا الكاميل هكا. والثوب ديالو حتى هو لاماي رقيقه،
شفتوا هادو حتى هما زوينين في اللبس كيف ما لابسه حنان. شوفوا اللوينات لون اخر. كاينه هاد الزواقه هادي ها نتوما هي كاينه هاد الزواقه هادي ها هي. شوفوا هذا جاب الاحمر ها هو هكا شفتوا كي جاب الاحمر ديالو رائع. هذا حتى هما ها هو كاين هاد اللون هاد المارو هذا الموطاغ حتى هو كي جا فيه حتى المارو. هادو دابا وقتهم هذا تلبسوا هكا وعاد عندي شويه هادو قصارين كاين هادو كيجيو ما فيهمش ديك الباندا هادو ما فيهمش ديك الباندا في لون اخر واخا لبسيه شوفوه انتوما هذا كيجي قصير ديالو هاو دوري حنان كيجي القصير ديال تيلبس كيبان تي كيجي كبير ما شاء الله. وعاد كاينين هاد الموديل اللي كيجي عاوتاني على هاد الشكل نشوفوه هاد الموديل حنان راجعها كبير غير باش يبان لكم البنات. شوفوا تبارك الله الكتاف كيفاش هذا حتى هو مصوف شفتوا هذا الصوف ديالو كيفاش دايره هانتوما العرض ديالو كتيفات كيجي عراض كيجي جلد احنا لبسناك غير الموضه اللي عرفنا كبير عليك دراي لبس طايات كبار ما شاء الله. هذاك راه ماشي نواغ راه بحال داك الماغو ياك بحال داك تاع الدنيغر اييه ماشي كحل هذا هانتوما فيه اللوان كاين هاد اللوين هذا فيه الخزي ها هو مزغب كاين هذا تشوف ديال مركز اللي لابسه حنان في هاد الياجوري هذا هاد فيه البوردو ها هو وفيه هاد البلوموف هاد البلوموف نقرب لكم باش يبان لكم هذا ها انتم راه حتى هو مصوف هذا بلوموف وهذا بلومارين هذا بلومارين وعاد كاين البلومارين سامبل هذا خفيف شوف هادو راه بالنسبه هما 880 اييه لكن العثمانيه تيبقى له 150 هادو غادي يبقاو لكم دير لهم هكا حنان هادو غيبقاو لكم ان شاء الله ب 150 درهم والطول فيهم والعرض اييه كاين هادو خفاف رقاق دو ميساج شفتهم تشوف ديالهم رقيق وزوين شوف هاد البورده ديالهم خفافين يعني اللي ما كتبقاش على السخونيه وكاين هاد الشكل هذا بحال الحنيش بحال الحنيش ودير بحال السكاي حس اوكي ماشي سكاي شوف ديالو بحال هكا حتى هما 150 150 الكرين هذا حتى هو خفيف تبارك الله راه كاين الاختيار كاين لو شوا في هاد 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 الموديل ديال هادو تريكوات هكا ولا لي جيلي ولا الكارديغون قصار فيه تبارك الله الاختيارات. شوفوا حاجه اخرى هذاك فيه وحده فيه هذا كيجي على هذا الشكل شفتوا كيفاش كيجي ما شاء الله حتى هو 150 لي بولي لابسه حنان هادو حتى هما تيلبسوا اشمنطاي اشمنطاي يلبسوا مع خديجه لابسه بالنسبه اللي كتبغي شي حاجه قصيره لا اللي المحجبه تلبسوا حتى مع الصايا هذا يمشي حتى مع الصايا نشوفوا اللوينات بعدا لا ماتير ديالو زوينه عرفتي هذا ديالو زوين داك لا ماير طاب وفي حتى هاد الرسومات ولا هاد اللوينات اي فيه زوينين نشوفوا اللوينات كاين اللي لابسه حنان كاين هاد اللون هذا كيكون واسع فيه هاد اللون ها هو شوفوا هاد اللوين هذا كي داير شوفوا الغوز ديالو كي داير فن شوفوا هاد اللون هذا عاوتاني الكري بالبلو جين هذا بالنسبه لهاد الموديل ها ما فيه سي دي بياس اونيك يعني هادو بياس اونيك يعني كتلبسي ما تلقايش شي واحد اخر لابسه يعني فيه بياسه في اللون سريعو كاين موديل اخر اللوينات كلهم فيه فنين هاد الموديل اللي داز كاين عاوتاني هذا حتى هو كيجي على هاد الشكل كيجي شويه هذا هابط شويه من الظهر لا نفس القطعه نفس لاكوب نبدل غير الزواق هذا فيه بحال في ليستراس فهاد الشجيره لي ستراس هو فيه دي بيس اينك في هاد اللون فيه هاد الكوراي وفيه هاد الكاكي فيه توا جوج بياسات جوج لوينات شوفوا هاد الموديل عاوتاني كي داير حنان لبسينا هذا
موديل ديال هاد التريكو كيفاش جا، شفتوا منين تلبس كيفاش جا، تيحمق البنات. ودائما موديلات حصريه وبياس اونيك، شفتوا في هاد اللوين هذا وفي هذا وفي هذا قطيطه مشيشه سيامو، شوفوا معايا مشيشتي شو جا واعر هاد التريكو البنات، الشكل ديالو عجبني. جوج بياسات هادو بياس اونيك، يعني في غير جوج بياسات. ها شتو ما شاء الله، ماشي حيت في جوج بياسات هو كيجي هكا بياس اونيك، يعني بياسه ما كتلقايش بحالها كدور في البلاد كامل. نشوفوا عاوتاني الموديل الاخر، كاين هاد الشكل هذا حتى هو شتو كما البنات باش تشوفوه كيفاش جا، شتو تاع هاد البول زوين ولا هاد التريكو تا هو جا غزال، حيت الحاجه معلقه ما كتبانش شتو، وكتلبس يعني تلبس طايات كبار وتلبس طايات صغار. نشوفوا اللوينات ديال هاد الموديل هذا، فيه هاد اييه فيه هذا اللي لابسه وفيه المفتوح ديالو، فيه هاد فيه الباج وكله بالكرين، كله حتى الموطاغ ديالو زوين. شوفوا الموطاغ ديالو كي جا رائع، وفيه حتى البلو جين تيلبس طوندغ البنات. هادو كوليكسيون جديده يلاه جات وحصريه وبياس اونيك، يعني اي لون في هادو فيه غير لون، لون 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 ياك حنان، فيه لون لون شفتو ما شاء الله. وكاين هذا النواغ كري، نواغ كري. نشوفوا عاوتاني الموديل الاخر، هذا الموديل يعني نفس الموديل غير كيتبدلوا اللوينات ولا والكتبه هذا شفتو حتى هو، وهذا سخون شويه شفتو ولكن هذا اكثر من الاخرين، كيجي هكا كيجي مصوف مع هذه الطبيعه هذه هكا. كاين هذا اللون هذا البلو فيه الكري، هذا الكري نوار فيه الباج، بقيت حطينا على برا حنان باش يبان ليهم باش يديروا سكرين. هذا تا هو تيلبس ستوندار، يعني تيلبس طايات بحال دابا حنان ويلبس اللي كثر منه، يعني كيجي في اللبسه ديالو اوفر سايز اللي لابسه حنان. هذا تا هو معاهم في هاد ستراس هكا شتو، هذا نفس الشيء تا هو ما شاء الله. وكاين هاد الموديل هذا اللي كيجي بحال شكل هادو طوالين هادو فيست في هذا الشكل، حتى هما مصوفين هادو. هذه كلها سلعه جديده، نتوما الكور كيفاش كيجي، كيجي بالجياب دوري حنان نتوما بان ليا فيه طيات كبار طيات صغار، ولا كيلبس ستوندار لا فيه لي طاي ما شاء الله. هذا فيه الباج والبلو مارين، فيه النوار فيه الاسود هو بلوغوا اللي لابسه انت هي بلو مارين، هذا بلوغوا هذا ماشي بلو مارين، هذا كري فرونسي كري، هذا بلو مارين ولا غونطاي حتى هما يمكن يلبسوا معنا هاد لي بول هادو. شوفوا معايا هاد الموديل كيجي التوب ديالو التوب ديال التوب ديال هذا القطن، كتكون فيه هاد لي بايت هادو هكا هنايا، وكيجي عريض. وبالنسبه يعني هكا مع سروال عريض مع صايا مع اللي كتلبس سروال يعني ليغينز ماشي مشكل. وبالنسبه لهاد التريكو جبنا ليه واحد المونطو اللي غادي يمشي كذلك مع لي غون طاي. شوفوا لاكوب ديالو جات واعره شتو، وعندو الصمطه ديالو شتو ما شاء الله. فيه طايات الكبار، هذا ما فيهش طايات صغار، يعني حنان ما جاهاش جاها كبير ما شاء الله. شحال تيمشي الثمن ديال المونطو؟ هادو دايرين لهم ثمن زوين بخانش 299 درهم، واللي بغات التريكو 180 درهم التريكو. شفتوا البيزا كيفاش كتجي الدبيديبات والرشيقات. التريكو البنات فيه داك الباج اللي لابسه خديجه، وفيه البلو البلو وفيه الغوز كيلبس طايات كبار، هذاك هذا كيلبس غير طايات كبار تبارك الله. الموديل البنات حتى هو تريكوات لبستهم لكم مع لي كاب. بالنسبه لي غون طاي كتبغي تلبس هذا الستيل هذا، حنا هنايا تنهضروا غير على التريكو بوحدو، لي كاب راه حنا وريناهم لكم. نشوفوا اللوينات ونشوفوا التريكو عن قرب. هانتوما اييه هذا حتى هو كيجي لاماي ديالو ها كيفاش كيجي، تيجي اوفر سايز. واش كيجي هو بهذا كتمشي معاه بالاكسسوار ديالو،
في داك الماغو بالكحل، فيه الخضر بالكحل، فيه هاد البوردو هذا ها هو اييه. ها انتم باش يبان لكم ديروا سكرين، فيه الابيض بالكحل وكاين الباج بالكحل. هادو تيلبسو كيف ما شفتو كيف ما جا مع الموديل تبارك الله، كتلبس 56 واللي ضعيفه راه غادي يجيها مزيان. كاين هاد الموديل هذا البنات، هذا دابا تسولدا، شوفوا شحال كان الثمن ديالو، 300 درهم، كان 300 درهم دابا غادي يبقى لهم شحال 200 درهم. هاد التريكو من 300 درهم. وعندنا السراوله البنات لي غون طاي، شوفوا معايا هاد السروال هذا لي غون طاي، شوفوا السروال قداش، والثمن هاد السراول لي غون طاي 100 درهم. السراول لي غون طاي شو العبار ديالهم حلي كيتيره حلي حلي حنان حلي باش يبان لهم العرض. ها انتم اكبر طاي في السراول غير 100 درهم، يعني فيه داك اللوين وفيه الكحل، فيه الغوز، فيه هاد اللوين هذا، كاين الباج، كاين حتى الصفر بان ليا، فيه اللوينات 100 درهم. كيجي طويل هذا بالنسبه اللي كتبغي الطول، هذا كيجي طويل حتى هو، لا تلبس يبان واعر البنات فيه. اه لبسيه هانتوما حنان، راه هو اللي لابس هاد التريكو ماشي هي اللي لابساه، شفتو هذا البنات راه قياسي انا الدبيديبات اللي قدي 3 اكس ال غيجيكم واعر وطويل، وتلبسيه حتى هو بوحدو، تلبسيه فوق الجاكيت اييه باش كتزيد كتعطي العرض. فيه حتى هو هكا نص نص النواغ والكري، وفيه الكري والبلو مارين ياك، فيه الكري بالنواغ وفيه الكري بالبلو مارين، والظهر كله كتكون كحله. هانتو شفتو ما شاء الله. ونشوفوا عاوتاني الموديل، هادو 250 الثمن ديالهم ما شاء الله. نشوفوا عاوتاني موديل اخر حنا اللي وراهم، وثاني هذا فيه القطن، هذا التوب ديالو قطن، هذوك لا ماي في هاد شتو هاد ماشي قطن، خيط خيط هذا خيط، وفيه هاد الطبيعه هذيك، وتا هو تيجي زوين في اللبس ديالو. هانتوما حنان الله يرضي عليك لبسيه باش يبان ليهم، حيت معلق ما ماشي فحال ملبوس، فاش جا في اللبس ما شاء الله جات كتحمق وتف. دابا واخا كيبرد الحال كيبغيو لي غون طاي تيلبسو شي حاجه ديال القطن الخيط، عادي يلبسو الجاكيت من الفوق والدور فنه ولا كوب ديالها. هانتوما شفتو مستوره، فيها هاد الاصفر عجبني، وفيها البلو مارين ها هو، وفيها الغوز، فيها الغوز ها نتوما شفتو. يعني موديلات كما كنقول لكم حصريه، كتلبس طايات كاملين بتي طاي والكرون طاي. كاين عاوتاني موديل اخر 250، هادو حتى هما من 280 غيبقاو لكم 250. زوينين هادو بالنسبه للكرون طاي، كيرتاحوا في هاد الثوب هذا، لا زوين لا زوين التويب، علاش قلت لك انا لبسيه حيت زوين عجبني. نشوفوا موديل اخر البنات، الثمن ديال المحل بوحدو والعثمانيات قولوا لنا في لاكيس، بعض المرات قولوا لهم في لاكيس، راه حنا من طرف لطيفه ومرحبا بكم. نشوفوا عاوتاني الموديل، باقي شي موديل تما، لان تبارك الله كما قلت لكم السلعه كثيره، وقلت لحنا نخدموا هكا باش نحاول ندوز لكم اكبر عدد. عاوتاني هادو حتى هما، هادو كيجيو حتى هما على شكل طابلو، موديل عاوتاني حصري لبسه حنان جواعر، حتى هو التويب ديالو سميت هذا شوف قطن، تاهو 100% قطن، ولكن هو الشيء بحال اللي فيه اللي غير اييه. ها انتم بحال قطيفه مخطط ما شاء الله. نشوفوا اللوينات، لبسي لنا شوفي لنا شو اللوين لبسي باش يبان لهم كيفاش كتجي في اللبسه، كيف جا ملبوس، جا زوين دوك اللوينات العشاق هكا اييه. اجي عندي حنان كيفاش دايره مخطط بحال هكا طايح وتا هو كيجي في الصاله ديالو اوفر سايز، يعني تيلبس لبتي طاي هانتوما، كيجي ستوندغ نفس الطاي، هذا طاي اونيك كلشي يلبس، كلشي يلبس، فيه هاد اللون أيا فيه، هذا اللي عندها اللي بغاها كيتيري وفيه قطعة هنا الكتاف طايح أوفر سايز، كاين هاد اللون هذا، كاين فيه هاد الزواقة هادي هاهي، شوفوا معايا، هادو تا هما تريكوات على شكل طابلو، هذا تا هو بحال اللي لابسة حنان، وكاين هاد الغوز هذا، نفس اللون، نفس اللون، تيلبسو ستوندغ. نشوفوا موديل اخر ان شاء الله. هي هذا الموديل هذا في التونيكه حتى هو جغزال ما شاء الله، والثوب ديالو حتى هو زوين، شوفوا الموديل نور حنان، وفيه بزاف ديال اللوينات، فيه اللون اللي لابسه حنان ها نتوما، الثوب ديالو شفتوا كيفاش داير، شنو نقولوا ليه هذا بحال جيرزي، جيرزي شوفوا معايا اللوينات، اللون ما تيشبه لون، فيه هذا اللون هذا، عرفتوا هذا البنات مع قيسته باش نعبروا هذا جواعر، هذا اللون هذا اللي شاده حنان شوفوا
باش نشوف لكم واش تلبسوا 3 اكس ال في هذا اللون هذا هذا الموف 32 ها هو شفتوا ونشوفوا اللون اللي وراه حنان ديروا سكري اللي عجبتها شي حاجه كاين هذا اللون هذا حتى هو جغزال ما شاء الله عطيني اللون الاخر حنان في هذا اللون هذا حتى هو في الثوب هذا في الثوب في الثوب كاين هذا سيخبون في الخضر كاين هذا المارو هذا ها هو كاين هذا البلو هذا الثوب كيبان بحال الخيط هو راه ماشي خيط الثوب كيبان من البعد بحال الخيط هذه مقطنه كل وحده والثوب ديالها كيبان بحال الخيط هو ماشي ماشي خيط بحال شكل ليكرا بحال شكل بالنسبه للثمن حنان الثمن 250 ليكم 250 ميجه اخرى البنات اللي كتجي على هذا الشكل حتى هي لي غون طاي شوفوا معايا والطول ديالها فين كيجي ما شاء الله كتجي طويله شتو نشوفوها عن قرب حنان ولبسناها مع سروال في هذا اللوين في لارج كيف ما شتو يعني لباس المحجبات اللي ما دايرهاش الفولار تلبسها مع لي جينز ها نتوما الثوب ديالها كيجي هكا كريب وفيها هذه القطعه هنا باش كتعطي داك العرض ما شاء الله وكتجي مدوبله مدوبله من القدام شتو كتجي طويله من الظهر وكتجي قصيره يعني فيها الطاي الصغير الطاي الكبير من 44 حتى 60 وشحال الثمن ديالها دايره له 800 درهم في الحاجه هانتوما البنات قميجه ب 100 درهم الكرون طاي شفتوها المتابعات فقط 100 درهم شحال كنتو كتبيعوها حنان دابا راه مصورين حنا 150 ياكو عليكم نتوما زدنا الصوب على صوب يلا البنات قميجه ب 100 درهم اييه وغلبسوها مع واحد المونطو حتى هو الدبيديبات لي كرون طاي شوفوا معايا كضحكي عجيب تاوه اي تاوه دوبل فاس في فاس بهذا اللوين هذا الازرق فاس فيه بوش بلاكي وفي فاس فيه بوش باسبور دوري نشوفوا العرض ديالها شو لاكوب ديال المونطو حتى هو الكرون طاي ما شاء الله واخا هانتوما ياك عيالات اللي كلاس ما شاء الله تبارك الله هاد اياك كلاس ما شاء الله الحاجه شكرا شفتوا الموديل البنات شحال الثمن ديال الجاكيت ولا المونطو حنان هذا 490 عندك مونطو ب 250 حيت دوبل فاس دوبل فاس شو فاس هكا وهذا فيه فاس لي بوش باسبور من هنا ما شاء الله وعاد كاين الوان اخرى المهم دابا كاين البيج دابا البيج والبلو اللي متوفرين ان شاء الله الموديل الجديد والحصري دائما هادو نقولوا جيليات ولا شنو غنسميوه ديكاب شتو الشكل ديالهم كيفاش كيجي دوري حنان هانتوما يتلبسوا مع سروال يتلبسوا مع صايا المحجبه والغير محجبه فيهم ثلاثه اللوينات فقط يعني ثلاثه اللوينات بياس اونيك دائما فيهم هذا الاخضر هذا فيهم لا ماشي العدد يعني فيهم ثلاثه الالوان هانتوما الثوب واحد الثوب في شكل شتو كيفاش داير لا ماي واعره شتو هادو اصلا بعدا راه واحد الماركه مشهوره معروفه ما غنقولوش حنا الاسم ديالها ياك الحاجه هادو ما نقولوش حنا السميه ديالهم وعليكم السلام هانتوما شفتوا معايا في هاد اللون تحل على حساب العرض السيده بحال كاب فيها هاد اللون وفيها اللوينات الاخرين صراحه كلهم زوين خصهم يتلبسوا شوفوا هاد اللون هذا هانتوما ها هو اييه ما شاء الله وفيهم هاد اللوين هذا حتى هو كذلك شوفوا كيفاش جا هذا عاوتاني ستيل جديد وهذا هو اللي غيكون ان شاء الله طوندونس في هذا الشتاء 2024 والثمن فيهم لي طاي هانتوما البنات هادو راهم 300 درهم ولكن المتابعات العثمانيات 250 دائما خصم المتابعات ديالي ما شاء الله فيهم تطايات صغار شتو واللي بغات حتى تعرضوا تحلوا واللي بغات تزيد عاوتاني تلصقوا تلصقوا الا جا زوين ما شاء الله شوفوا موديل اخر هذا الموديل هذا البنات راه فورير حقيقي يعني شي حاجه حقيقي يعني ماشي مصنوع هذا هذا حي ما شاء الله شوفوا ما شاء الله الموديل كيفاش داير كيجي حتى هو كاب هذا حتى هو واحد
موتيف دي زيغوار شي حاجه سير على الله. كنا ما بغيناش نقولوا لا مارك ولكن مهم ولكن دي زيغوار باش يعرفوا القيمه ديالها ما شاء الله. شتو ما بغيناش نقولوا لا مارك اييه شي حاجه راقيه وشي حاجه ما تلقاوهاش في اي بلاصه. شتو يعني لا من الثوب وهذا البنات راه فورير حي، هذا فورير من اصل حيواني كما تنقولوا. ها نتوما ما شاء الله كيفاش جا هذا الموديل اللي لابسه حنان، فيه اللوينات، فيه اللولي لابسه حنان في هذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا معايا اييه عشاق هذا لامارك راهم عارفين ما شاء الله. ها نتوما شوفوا هذا اللون حتى هو فيها، عندنا بزاف ديال الشكيلات. كاين هذا بحال اللي لابسه حنان، شفتوا هذا بحال اللي لابسه حنان. كاين موديل اخر اللي تيجي بالقب اللي هو هذا، حيت كاين ديال المقبره غنوريو بعدا هاد الثوب هذا، حيت هذا شتي الثوب مختلف على الاخرين، هذا بحال التريكو حتى بحالو تقريبا. ها انتم الثوب كيفاش داير شفتوه وسخون سخون هذيك الزواقه الثوب الاخر واخا الثوب هذا مختلف لبسيه ونشوفو. هي هذا الموديل حتى هو كيفاش جا في هاد لي كابا البنات، هذا شكل اخر. ها انتم شفتو كيفاش كيجي ودابا حتى هو من الداخل اللي كنا شفنا من الاول ما فيش هذا الفورير هذا، هذا فيه هذا الفورير اها ولا كانيش ها هو، وفي ديك نتا الذكر باش كيتسد حيت حنان راه ما شاء الله. ولكن هو راه يلبس كل شيء وتا داك الفورير راه كيتحيد بالنسبه اللي بغات تحيدو الا كانت فري فورير ما تحس بوالو بحال ما لابسه بحال مشي. شتو هذاك راه كما قلنا لكم راه فري فورير من اصل حيواني ما شاء الله. شتو نشوفوا اللوينات هاد الموديل اللي لابسه حنان في هاد اللون هذا. وهنايا نسينا ما قلناش لهم هنا فوق هاد الدان هذا فوده هنايا فوده هذاك داير بحال الصوف هذا فوده الاخر كان بحال هذا دان حيت فيه بزاف الموديلات كاين هاد الزواقه هادي حتى هو من الداخل كذلك، وهذا بالقب وهذاك وهذاك غير بالفورير هكا في العنق. هذاك اللي لابسه حنان داك الفورير تيتحيد وهذا راه فيه القب ديالو لاصق وتا داك الفورير كيتحيد من القب ما شاء الله. كاين هذا اللون هذا، ها انتم ديروا سكرين درنا معاه الصاك البرازيلي المكسيكي حتى هو كاين 180 سيري. ونشوفوا الموديل الاخر اللي اللوين الاخر هذا حتى هو بالقب اييه بالقب ها هو كاينه الزواقه حتى هي جات واعره هذه الزواقه. شوفوا معايا دوري حنان كيفاش جا فن هذا الشيء غزال اييه هذه مختلفه على هذه بالقب حيت القبو فيه الكروشيه بالقبه البنات كيفاش كيجي ما شاء الله جا واعر حتى هو وشي حاجه مميزه. لا بغيتي تكوني مميزه والناس اللي المهم كتبغي تلبس شي حاجه ما تكونش كما كنقولوا دايعه. كاين هذا بالموديل بالقب وباقي عاوتاني هذا حتى هو فيه من الداخل هذا بحال ستيل فورير ولا في شكل الكانيش نشوفوا عاوتاني الشكل الاخر حنان كل شيء يلبس هذا البتي طاي الكرون طاي طاي ستوندار تبارك الله. شفتوا العرض حيت كيجي كاب ستيل كاب اييه. ونشوفوا عاوتاني الموديل اللي كيجي بهذاك بالكمام واخا هذا الموديل حتى هو كيفاش جا هذا كيجي على ستيل بحال شكل فيست مونطو. ها انتوما شفتوا كيجي هكا محلول والفورير كيجي هابط كامل. ها انتوما شفتوا خاصنا غير الثلج دابا. ها انتوما الموديل كيفاش كيجي وهذاك الفورير تيتحيد اييه كيتحيد هذا الفورير هذا لا بغيتي تحيديه ولا تخليه. ومن هنا كذلك كيجي شفتوا كيفاش كيجي من الداخل يعني سخون حتى هو عندنا فيه الثوب ديالو فحال شكل فوده من هنا ياك فوده دوري حنان. هادو جاو حتى هما على هذا الشكل غزالين. نشوفوا اللوينات اللي في هذا الموديل في هذا اللون اييه دائما نفس لا ماركه دول البنات راهم الفري. نشوفوا اللون الاخر حنان وكاين عاوتاني اللي ما فيهش هذا نلبسو ليكم تا واخا الموديل تا هو شوفوا كيفاش جا ما شاء الله تا هو كيجي من الداخل كله هكا سخون فورير خاصنا غير الثلج وفيه تلبسيه محلول فيه الجياب وتلبسيه حتى هكا كروازي كيجي انتوما كيفاش كيت ها وتا الكول تا هو دير لي صديفه ويجي بحال هكا الكول طالع منين يكون البرد مزيان نتوما كيفاش جا الكول انت الكول كتفني فيه كيف ما بغيتي تخليه تخليه من هنا تخليه هكا طاير ولا تخشيه كاع ما يبانش يبان غير هنا
ما شاء الله اللي بغات. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. هاد لي مونطو هادو دودون هي فهاد السلعه وتاني شي حاجه زوينه. دوري حنان ها نتوما كيجي بالقب والقب ديالو فاشن ما شاء الله. ديري القب باش يبان ليهم. ها نتوما القب كيبان بحال شعرك. هادي فيها البنات بياسات يعني فيها غير هاد اللون ياك، فيها غير هاد اللون هاد الموديل هذا تيلبس الطايات اللي فيه حنان. هادو فيهم السمول ميديوم لارج اكس لارج. وكاين عاوتاني موديل اخر نشوفه معايا. هذا مونطو اخر البنات، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، حتى هو جا واعر. هذا فيه الطريزات، هذا مطروز منه شفتوا، والتوب ديالو بحال ما عرفتش بحال شكل داك الجين وكله مطرز هكا. ودابا حنا لابسه غير الاس ام، يعني اصغر طاي وجاتها كبيره، يعني هذا راه تيلبس اكبر طاي فيه فيه لاستيك. دوري حنان ها نتوما شفتوا فيه ديك ومن الداخل، من الداخل مبطن نشوفوا راه فيه تم لارج اكس لارج، يعني الاكس لارج تلبس حتى 3 اكس ال، لان انت يا اس ام وجات كبيره وكتلبسي الال. شوفوا من الداخل كيفاش كيجي هكا مبطن ما شاء الله شفتوا. اييه ما كايناش زعما دايراش بياس اونيك. حتى لي مونطو البنات لبسناكم بتي طاي، وكاين حتى لي غون طاي بحال المونطو اللي لابسه خديجه. ها يعني نتوما شوفوا الموديل كيفاش داير، راه كيت اجوست من هنا هنايا كتجمع بحال هكا باش كيعطي داك الغوفر هكا مزوق بحال القب وكيقاد لاكوب، والقب تا هو كيتزاد وكيتحيد كتقاد الفورما بحال دابا السي خديجه. يعني ما بانش دبيديبه تتبينش واحد عامه تبارك الله. وكاين هذه دابا هي كتلبس هي 56 وهذا خدات فيه غير لاطاي 52 ديالهم زوينه وجات لاكوب ديالهم زوينه شوف ديالهم نشوفوه هنا احسن. ها هو نوريو لهم 60 ملي كم اكبر طاي باش يشوفوا. نعبروا هاد الطاي 60 هادي نعبروا الربع ديال تا السلسله ها نتوما فيها 40 تبارك غير في الربع. الربع فيه 40 يعني راه هذا هي طاي 60 وعاد اللي بغات تجمعوا من هنا تجمعوا. اييه كيلاطاي وكتجمع حتى من التحت شفتوا، باش اللي ما بغاتوش ايفازي كتجمعوا من هنا كيولي دغوا. ها انت شتي كيتجمع كيولي دغوا بلاص ما يبقى ايفازي كيبان. كيبان باين كيتجمع من هنا ما شاء الله. ولافونتاج ديالو ما كيدخلش الشتا حيت توب امبيرميا. شفتوا كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، تيلبس حتى لطاي 60 واصغر طاي فيه شنو هو حنان؟ صافي من كيبداو من 44 حتى ل 60 من طاي 44 حتى لطاي 60 ها انتم التيكي ديالو شفتوا. اييه ما شاء الله جربنا لكم الصوره باش تشوف. والثمن ديالو هذاك العام كان هذا الموديل 1200 درهم اليوم 750 درهم. هادو راه قالوا لي ما تيبقاش وكل عام كتجيبو، يعني هذا الموديل ما تيموتش. ما شاء الله 750. ونشوفوا عاوتاني موديل اخر، الموديل في لي دودون وتا هو في لي غون طاي اللي لابسه خديجه، وعندنا حتى في البتي طاي، وعندنا فيه دوبل فاس كيتلبس على الفاس ديال الدودون كيف لابسه خديجه. ها نتوما شفتوا والدودون ديال ماشي داك الدودون الغليظ، الدودون خفيف والصديفات مغلفين. شوفوا هنايا معايا الموديل التوب ديالو. دوري خديجه كيجي بالقب حتى هو كيتحيد وكيت شفتوا. حنان لابساه في لون اخر ولابساه بالمقلوب، يعني تيلبس هاد الفاس سامبل وتيلبس هاد الفاس هكا دودون شفتوا بحال هذا. بغيتي تلبسي سبور هذا ولا بغيتي تلبسيه كلاسي؟ ما شاء الله تيلبس من طايات كبارين حتى لطاي 60، يعني عندنا خديجه كتلبس 56 من 44 حتى ل 58 فيه الكحل. انا دابا لابسه 44 خرجتني مازال وافيش 44. السيده لابسه تبقى كتلبس 56 لابسه فيه غير الطاي 50 غير 50 لابسه فيه الطاي 50 54 ما شاء الله فيه الكحل في هاد اللون هذا وفي هاد الخضيضر في هاد الاخضر هذا راه هو هذا راه غير انا لابسه هاد اللون. انت لابسه داك اللون يعني فاس في الخضر وفاس في هذا. اييه فهمت، يعني دوبل فاس واللوان حتى هما مدوبلين، يعني لون من هنايا. اي ها انتم هنا كيبان اخضر ومن الداخل تيبان ماغو و تيلبسوا حتى الطاي 6 58 من 44 حتى 58 يعني الدودونات الدبيديبات ديالك. ها انتم تحت الاب حتى لهنا
نيشان. ديري عند الصدفة. عند الصدفة. العبار ديال الصدفة. ها هو. الصدفة. 36 كثر. في 39. ها انتم مونطول دبيدي بتل 39 في النص ديال الربع. طي 58. اللي ملبوس هادو اللي ما كتبغيش الطول بحال الموديل اللي ورناكم الاول طويل هذا كيجي هكا حد الركبه شفتوه وطي كبيره حتى لطي 58 ثمن هاد المنطوات حنان نص بلاص 750 650 هاد المنطوات هاد هاد بحال وحده في جوج البنات هادو ديال تركيا واليوم في السولد اللي كنا شحال اللي وزناهم اول مره حنان كانوا 790 درهم واليوم شحال دابا 250 شوفوا معايا المونطو كيفاش داير بقاو فيه غير لي كرون طاي شتو بقاو فيه غير لي طايات اللي بقاو فيه حنان باقي 52 54 و 56 وشي حاجه قله 44 شوفوا المونطو كيفاش داير بعدا بعدا الكشمير ديالو ما كتحببش وما كتشدش وفي هنايا السكاي ما كتشدش الخمله شوفوا لا فينيسو هذا البنات راه قل من راس قل من راس الجمله يعني قل من راس مالو بكثير هذا هذا هو تاع البنات شحال شحال من بياسه فيه كاينه باقي عندنا 52 لا العدد شوفوا معايا وفيه حتى القب نقولوا شحال 20 30 شحال 30 بياسه هذا المونطو 250 سريع وبقاو فيه طايات كبار الموديل ديال الكسيوات حتى هما جاوا رائعين ودائما نفس لا ماركه البنات هذا الاوريجينال ديزيغوال بسنيس لا من الظهر هادو كسيوات بالنسبه للمحجبات راك كيف ما لبستها حنان ما دايرهاش الفودار كتلبسها مع لي با ومع لي بوط ولا مع صباط عندنا فيهم الاشكال عندنا هاد الشكيل اللي لابسه حنان في هاد الزواقه هادي انا مقرب لهم الثوب ديالها شتو الكاليتي ديال الثوب ديالهم كيفاش داير ومن هنا على هاد الشكل ها نتوما حطيه على هنا على هكذاك باش يبان باش اللي بغا دير سكرين اول لون ولا ثاني لون سيري حنان كاين هذا الثوب ديالو فودا وهذه لا كوب ديالها ماشي بحال اللي لابسه انت يلا كلهم كيجيو سانتر شتو كتجي سانتر هكا هادو البنوتات والبنات اللي ضعاف دابا هاد لا مارك راه كدير الزواق على لا كوب ماشي الثوب وجاو تقطع الزواقه على انت كتفصل عاد كيخدموا لا عاد كيخدموا باش كتجي الزواقه مفصله زوين شوفي هذا اللون تا هو زوين وتا لا كوب ديالهم زوينين شتو هادو كسيوات دائما تسنيسلا في الظهر باش كتلبس اللبسه مجموعه كتجي الكسيوه مجموعه هادي كتجيك خوازي هكا غير الفوق قرب لكم باش تبان لكم ها نتوما شوفوا من الداخل لا فينيسو ديال المهم راه قلنا لكم الماركه راكم عارفين هذه الماركه والجوده اللي كتكون فيها شوفوا هذا الموديل باش كتعطي كتبان غوب تبان كسيوه شوفوا هذا اللون هذا كيف جا حتى هو بليمونش والثوب مصور زعما راه صحيح هذا بحال اللي شفنا في الاول فيها الفودان وفيها الثوب هذا بحال لا ماي الخيط فيها بزاف ديال الشكيلات تبارك الله اللوينات شوفوا هذا اللون حتى هو كي جا شوفوا هذا الموديل هذا كي جا ديال اليزابيث تاج رحمه وارحمنا هذه من سمول حتى الاكس لارج وهذا الموديل هذه كتلبس 46 هذه بياسه اونيك هذيك سيوا صواري اكثر اكثر بولوغ دو سوا هاد المبراش كيقول لها حريريه مزوقه شتي هادو بجوج 299 299 الاخرين 250
الموديل البنات حتى هو اللي تيجي عريض على هذا الشكل، كيجي على شكل عبايه على شكل قنيضيرات، كيلبس لي غون طاي وكيلبس كذلك حتى البتي طاي. عندنا فيه هذا اللون هذا اللي لابسه خديجه، عندنا فيه الخضر ها هو، عندنا فيه الكري ولا البلو بلوغوا، وعندنا الكري في الكري. هادو كيلبسوا لي بتي طاي والغون طاي، والثمن ديالهم 250، غيبقاو لكم 190 المتابعات العثمانيات. حتى السامبل ديالو شوفوا كيفاش جا البنات، كيجي بحال الستيل ديال سكاي، انتما هو ماشي سكاي هو راه توب. والعرض وهذا السامبل حتى هو عندنا فيه بزاف ديال الشكيلات اللي لابسه خديجه. عندنا هذا الشكل هذا تيجي على شكل هكا سيربون، انتما شفتوا راه هو ماشي سكاي هو توب، داير بحال هكا. ومن هنايا ها كيفاش داير، كاين في هذا الغوز فوشيا، كاين هذا الماغو ترابي، وكاين هذا الكحل حتى هو شفتوا راه سيربون. ها انتما شفتوا التوب كيفاش داير، والعرض ديالو ديري عليه غير الشال وتخرجي بها كعبايه. اخر لون بقى فيهم غير هادو، هادو حتى هما 190 بدل 250 درهم. هاد لي شال البنات اللي معروفين بهم بلو بوردي، هادو ديال كاشمير، دابا وقتهم حتى للذكرى ان شاء الله يتلبسوا هكا فوق جليلبات فوق القفيطنات مع كيكون شويه الحال. اييه هادو البنات الكاشمير سامبل هكا كيجيو ديال الكاشمير وكيكونوا حتى كبارين، ديروا هكا ها نتوما شوفوا الالوان ما شاء الله. واليوم فيهم ثمن زوين، كنا دوزناهم 250 دابا 180 درهم راه اللي خداوهم، وفيهم حتى الطول ديالهم. شوفوا اللوينات فيهم، اول لون هذا هو هذا، هادو راه دي شالطاب ديال شالطاب لون ها نتوما شوفوا معايا، هادي حتى هي كيفاش هكا فيه فيه فاس وتقدري تلبسي حتى على الفاس الاخر، ديري هكا مزوق وديري على الفاس الاخر. هذا فيه هنايا جاو هكا صغارين، والفاس الاخر جاو فيه كبيره بحال هكا. ها نتوما شفتوا كيفاش جات على هكا ما شاء الله، وفيه السامبل ديالو من الظهر، وكيكون فاس لون اخر باش كديري على دو فاس. كاين هاد اللون ها هي حتى هي 180 درهم اليوم لي شال كبارين ما شاء الله. هانتوما شوفوا هذا حتى هو طاحونه، فوالا هانتوما شفتوا الشكل ديالها ما شاء الله. اللون الاخر كاين هذا جا على هذا الشكل ها هو، راه كاين الناس اللي كيخدموا تيديروهم طابلوات كيديروهم الكادر في الصالونات، فكره فكره زوينه. هانتوما شوفوا هاد اللون، ودابا تبارك الله راه فيهم العدد فيهم العدد وفيهم اللوينات واعرين. انا حاولت نفرش لكم اللوينات كاملين، شوفوا هذا بحال الفراعنه. اييه هانتوما شفتوا الشكيلات، تدير لينا الاخر وديري هكا على كتفك باش ديري حتى على شعرك ما حتى على راسك. هانتوما كيجي هكا، لا كنتي لابسه شي حاجه سامبل كديري على هاد الفاس، كنتي لابسه شي حاجه امبريمي كتلبسي على الفاس الاخر لي سامبل على هاد الشكل. اييه وتقدري ديري حتى على راسك، دابا ملي تيبرد الحال كنبغيو هكا شيلان، واللي دايره الفولور واللي ما دايرهاش راه في الصباح ما تقدريش تخرجي بلا شال ولا بلا. هانتوما كيجي حتى شال كبير، شفتوا كيفاش كيجي الكاشمير ديالو رطبه زوين، الكاشمير ديالو زوينه ماشي داك الكاشمير الحرش. ونكملوا اللوينات اللي فيه، ها هو لون ينسيك فلون، شوفوا معايا اللوينات ايام المطارد، شوفوا هذا اللون هذا حتى هو ان شاء الله معروف الطابلو هذا. اياه فاس الاخر كاين هذا الفاس هذا، اياه حتى هو شفتوا، وكاين هذا الطابلو هذا حتى هو ما شاء الله. هادو لي شال كيبان كيبان تيبان الفاس الاخر كيجي كري، واخر زواقه هي هادي ها نتوما ما شاء الله 180 درهم اليوم. ونكملوا الفيديو ديالنا، غنختموا ان شاء الله. قبل ما نختموا راه باقي بزاف ديال السلعه ما وريتهاش لكم، ولكن ان شاء الله يعني ختامها ميت، غنختموا بهدايا المتابعات اليوم. بلو بوردي جاب لنا 100 شال، ماشي اي شال، جاب لنا الشال ديال لاسوا البنات. هادو حلينا وحده حنان، حنان صافي عيات حطت سلعه، شفتوا الطول والعرض فيهم. هادو ديال 100 درهم وديال 80 درهم، وعندنا ديال الاخرين ديال التليجه ها نتوما 100 الاولين ان شاء الله اللي غتقضى 300 درهم غادي تاخذ شال، بغاتو التليجه اولا بغاتو هادو ديال لاسوا،
ولكن حتى هذه الريحه ديال العود يعني كادو للمتابعات حنان شحال واحد حنان عياد صافي يعني اللي خدم اي اللي جات تقدا شحال باش تاخذ كادو كلشي يستافد وان شاء الله راه دخلوا القناه بلو بوردي راه حنان كتحط كل اسبوع فيديو يعني فين ما كيدخل شي كوليكسيون جديده ولا شي حاجه راه حنان كتصور لكم الجديد على ما تجي العثمانيات ياك وبسلامة عليكم الفيديو جاي صافي كلشي عيا البنات تبارك الله شحال ساعه ديال التصوير كلشي عيا وحط السلاح ياك ان شاء الله وبسلامة عليكم الفيديو جاي ان شاء الله بسلامه.